بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا شرعنا في الدرس الماضي في باب جديد من أبواب هذا الكتاب، وهو عمدة الأحكام في ما يتعلق بباب العدة. وذكرنا تعريف العدة، وأنها بكسر العين، والمراد أن تتربص المرأة مدة حددها الشرع، تتربص عن التزويج بعد أن يفارقها زوجه. وكنا ذكرنا أنواع العدد، وقلنا أن المرأة إما أن تكون حرة، وإما أن تكون أمة، أو قبل ذلك العدة إما أن يكون فراق المرأة لزوجها بطلاق أو بوفاة. وفي مسألة الطلاق، إما أن تكون المرأة حرة أو أمة، والحرة إما أن يكون مدخول بها أو غير مدخول بها، والمدخول بها إما أن تكون ممن تحيض أو ممن لا تحيض، والتي تحيض إما أن تكون حاملاً أو غير حامل، والحامل إما أن تكون متحققة الحمل يقيناً أو مسترابة، فمتحققة الحمل عدتها وضع الحمل، والمسترابة يقول أهل العلم عدتها أقصى مدة الحمل، ويختلفون بين 9 أشهر إلى 2 أو 3 أو 4 وقيل 5. وغير الحامل ذات حيض عدتها 3 قروء، واختلفوا في القرء هل هو الحيض أو الطهر أو زمن الانتقال من حيض إلى طهر أو من طهر إلى حيض، وقلنا المختار كونه الحيض. أما إذا كان مدخول بها وهي غير ذات حيض، أي ممن لا تحيض، فإما أن تكون يائساً، أي يائست من المحيض، ويختلفون متى تيأس المرأة من المحيض، بين بلوغها 50 سنة إلى 60، فعدتها 3 أشهر. والصغيرة التي لم تحض بعد عدتها 3 أشهر، وإما أن ينقطع حيضها دون سن اليأس وليست بصغيرة، أو أن ينقطع حيضها لعذر كمرض أو رضاع، أو أن تكون مستحاضة، فهذا قيل فيه أيضا أقصى مدة الحمل، وقيل 9 أشهر. نعم، أما هذا في المدخول بها. أما غير المدخول بها فلا عدة عليها، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا كله في الطلاق. لكن إن كان لم يدخل بها ولكن وقع المسيس أو الخلوة الصحيحة، خلاف بين العلماء، فقيل هي كالزوجة فعدتها كعدة المدخول بها، ويأتي التفصيل السابق. وهذا يقول به هو قول ورواية في المذاهب الثلاث
المالكية والحنفية والحنابلة، وقيل المختلى بها خلوة صحيحة أو الممسوسة قبل الدخول ليست كالزوجة فليس عليها عدة، هذا فيما يتعلق بالطلاق. وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها 4 أشهر إلا إن كانت حاملاً، ففيها خلاف جمهور العلماء على أن عدتها 4 أشهر، وقيل عدتها أبعد الأجلين، وهي المسألة التي سنتناولها في الحديث الذي أورده المصنف الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمة الله تعالى عليه. فقال رحمه الله تعالى عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تستنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال ابن شهاب، ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري الإمام المشهور، وهو من رجال إسناد الحديث، قال: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. هذا حديث فيه الإشارة إلى مسائل عدة وكثيرة، نستهله أولا بترجمة ما ورد فيه أو من ورد فيه من الصحابة. فراوي الحديث سبيعة، سبيعة بالتصغير، تصغير سبعة، السبع السبعة، سبعة هي اللبؤة أنثى الأسد، سبعة اللبؤة أنثى الأسد، تصغر على سبيعة، وهذه المرأة هي سبيعة بنت الحارث، سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. وقد روت 12 حديثا، وروى عنها فقهاء المدينة والكوفة والتابعين، وهذا الحديث الذي ترويه هو أصل في هذا الباب، في باب المتوفى عنها زوجها الحامل، لأن الآية تقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والآية الأخرى تقول: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآية السابقة فيها أن كل امرأة مات عنها زوجها فإن عدتها 4 أشهر و10، وهذا النص يشمل كل من مات عنها زوجه في كل الحالات، سواء كانت حاملاً أو غير حامل، ممن تحيض أو ممن لا تحيض إلى آخره. والآية الثانية: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن،
هذه الآية تنص على أن الحامل عدتها وضع الحمل، سواء من طلاق أو من وفاة أو من غير ذلك. فهذا الحديث يبين الجمع بين الآيتين، وحديثها عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه رحمة الله على الجميع، أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني آمر بن لؤي من أنفسهم، وقيل كان حليفا لهم، وأصله من اليمن، وقيل من عجم الفرس، وهو ممن هاجر هجرة الحبشة الثانية، هجرة الحبشة الثانية، وكذلك ذكر ممن شهد بدرا، وهنا قال وكان ممن شهد بدرا، وهذا نجده في أحاديث كثيرة الإشارة إلى البدريين، تجد في الحديث وعن فلان وكان بدريا وكان من أهل بدر وكان ممن شهد بدرا. لماذا؟ لأن هذا الوصف له فضل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبدر الكبرى هي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقابل فيها المشركين وتقابلوا برمي النبال والقتال، واختلطت صفوف المسلمين بالمشركين، وكانت النصرة للمسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقال لا يدخل النار رجل شهد بدرا وبايع تحت الشجرة. فكان البدريون لهم أجر ولهم فضل خصهم الله تعالى به، بل إن عمر رضي الله تعالى عنه في زمنه كان يخص البدريين بعطاء أكثر من غيرهم، أكثر من غيرهم، كان للبدريين عطاء أفضل من غيرهم لما كان لهم من مزية التقدم والأولية والسبق ونصرة الإسلام زمن الشدة إلى غير ذلك من المواصفات التي يجعل لأصحابها فضل. وهذا يدل على جواز ومشروعية تخصيص هؤلاء من كان بمثل هذه الأوصاف أو قريبا منها بشيء من التفضيل، يعني أن يجعل حاكم المسلمين لمن كان على مثل هذه الطريقة أجرا، أجرة وفضلا وعطاء، لا حرج في ذلك، مثل هذا لا حرج فيه، هو جائز شرعا، كما في هذا الأمر الذي كان يفعله عمر الخطاب رضي الله عنه، يعني مثل ما يوجد عندنا في هذا البلد، يعني تخصيص من كان من المبادرين لمقاتلة المستعمر الفرنسي الكافر الغاشم الذي فعل بالمسلمين ما فعل، فبادروا على قلة ذات اليد، الفقر والبرد والعراء وقلة ذات اليد وتعرضهم للقتل وإزهاق أنفسهم وتركهم لأهاليهم في رعاية الله عز وجل وغير ذلك. فهؤلاء الذين كان لهم بإذن من الله سبحانه وتعالى سبب، كانوا سببا في أن ينعم أهل هذا البلد بهذا الرخاء، يعني تخصيصهم بشيء من الفضل والعطاء وشيء من الذكر الحسن والثناء العطر، هذا مما يعني لا حرج فيه ويشرع، وتدل عليه أيضا النصوص التي منها هذا. فإذا وأما هذا فلا شك أنه شرف، لا يصله شرف الصحابة، أفضل هذه الأمة، وتفضيلهم بنص شرعي، لا يدخل النار من حضر بدرا. فالحاصل هو ماذا؟ يعني جواز مثل هذا، وليس هذا من التفضيل المذموم أو من التمييز المذموم، بل هذا مشروع، والتفضيل مما دلت عليه النصوص حتى بين الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،
فالله عز وجل فضل بين الرسل وفضل بينهم في العطايا، وذاك فضل الله يؤتي من يشاء، والعلماء ورثة الأنبياء، وهكذا من دونهم ومن كان من أهل الفضل والصلاح والتقوى ونحو ذلك. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه توفي، ممن شهد بدر، توفي في حجة الوداع، وقد مر معنا في رياض الصالحين، يعني من كان يذكر في رياض الصالحين في باب التوبة، باب التوبة، ها في حديث من؟ ها؟ ها؟ سعد بن وقاص، قال يا رسول الله إن رجل ذي مال، إني رجل ذو مال وإنما يرثني كلالة، أفأتصدق بمالي، إلى آخر الحديث، إلى أن قال ولكن ها؟ ولكن يعني سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، لأن سعد بن وقاص قال يا رسول الله أموت وأخلف بعد أصحابي، كانوا يكرهون ولا يحبون أن يموتوا في بلد قد هاجروا منه لله تعالى، فهؤلاء هاجروا من مكة إلى المدينة لله وجاءوا لحجة الوداع وهم يريدون أن يرجعوا إلى بلد المهاجر إليه، فلما مرض واشتد به المرض سعد بن وقاص كان يخشى أن يموت، فقال عليه الصلاة والسلام ودعا له وقال إنك إن تخلف لعل الله عز وجل يفأ بك أقواما ويضر بك آخرين، وكان الأمر كذلك، ولكن المفجوع هو سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات أي بمكة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، فمات رضي الله تعالى عنه، توفي في حجة الوداع بمكة، وهذا هو الصحيح، وبعضهم قال توفي عام خيبر سنة 7، والصواب أنه كانت وفاته بمكة في حجة الوداع، في حجة الوداع. نعم، وكانت طيب، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، زوجته سبيعة كانت حاملا، فلم تنشب أي لم تلبث، ها لم تلبث، كما جاء في الحديث ثاني حديث عند البخاري، فلم ينشب أن تتاثب أنت ثم فتر الوحي، فلم يشب أن تتابع أن مات يعني ورقة بن نوفل أو كما جاء في الحديث، فلم تنشب أي تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته، وضعت بعد الوفاة، وضعت الحمل بعد الوفاة بكم؟ قيل 25 ليلة، وقيل بأقل من ذلك، وفي رواية قريبا من 10 ليالي، وقيل 15 ليلة، وقيل 40، وقيل 23، وقيل 25، وقيل 2 شهر، وقيل 8 أيام، وقيل 7 أيام، خلاف في هذه الروايات. مثل هذا الخلاف حديثيا لا يضر، لأن الحديث ثابت، وأن هذا الرجل توفي بمكة وزوجته حامل، وتوفي ووضعت الحمل بعد وفاته بأجل يسير. لكن كم هذا اليوم؟ كم؟ اختلفوا فيه، يعني الخلاف في الرواية مبني على بلوغ الخبر، على بلوغ الخبر للراوي، أو وقوع وهم أو خطأ، أو كون الراوي احتسب عدد الأيام التي قضتها ثم وضعت حملها بالنسبة إلى أمر معين، ولهذا وقع الخلاف في هذه الوجه. فمثل هذا لا يضر في الحديث، لماذا أقول هذا؟ لأن الجناة على هذا الدين من الزنادقة وممن هم ينسبون للإسلام وهم في حقيقة الأمن زنادقة كفار، أو لبس عليهم وهم على شفا جرف نهار يريدون الطعن في الإسلام، فمما يعني يتبحثونه مثل هذا، يقول لك هذا حديث البخاري ومسلم والقصة واحدة. طيب واحد يقول وضعت حملها بعد 8 أيام، 7، واحد 8، واحد يقول 25، واحد 23، واحد يقول 2 شهر، واحد يقول 40، واحد يقول 10، طيب قصة واحدة،
وهذا الاختلاف يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا حديث غير ثابت أو مكذوب أو إلى آخره. وهذا خطأ، هذا خطأ، هذا مراوغة ولعب في على عقول الناس وعلى في بدين الله عز وجل. ليس في مثل هذا الاختلاف أي أثر، لأن الجميع متفقون. هل اتفق الجميع على أن الميت سعد بن خولة، أو على أن سعد بن خولة مات في حجة الوداع وزوجته كانت حامل ووضعت بعد حملها قبل 4 أشهر؟ الجميع اتفق. الآن المدة كم؟ هذا الخلاف لا شك أن هناك من وهم، أو أنه حسب عدد الأيام باعتبار أمر معين، بلوغ الخبر إلي أو بالنسبة إلى أمر معين وهكذا. فهذا مما لا يضر أبدا، لكن أعداء الدين الآن يفعلون هذا، أعداء الدين يفعلون هذا. ونحن في نوم وسبات عميق، وهم لا يزالون يطعنون في السنة وفي دين الله عز وجل. ومما بلغني أخيرا أن جماعة من اليهود عليهم من الله ما يستحقون جمعوا كتابا في تفسير كتاب الله عز وجل، وهم يبحثون عن مسلم ضعيف يتقبل المال والنساء ليجعل على اسمه فينسب إلى المسلمين، كتاب في تفسير كلام الله عز وجل، ويحرفون منه ما يشاءون. لكن ما يستطيعون، لا يستطيعون أن ولا يمكنون من ذلك، لأن كتاب الله عز وجل محفوظ. ومن هؤلاء ممن اشتهر بهذا بالطعن في السنة، هذا الذي اشتهر اسمه مؤخرا شحرور أو محمد شحرور أو غيره، وإبراهيم، هذا اسمه إبراهيم، إبراهيم عدنان، والآخر اسمه محمد علي الكلياني، هذا زين، وغيرهم. هؤلاء كلهم واخذين ماذا؟ أخذوا شبه المستشرقين. من هم المستشرقون؟ المستشرقون هؤلاء يهود نصارى غير مسلمين، درسوا الإسلام، تعلموا اللغة العربية، وأخذوا شهادة عليا، دكتوراه وأستاذ دكتور، حتى شهادة بروفيسور في علوم شرعية، الحديث، المصطلح، التفسير، اللغة إلى آخره. ويريدون أن يبحثوا عما يرونهم أنه ثغرات في الإسلام، ثم يطعنون، ثم يطعنون. وفي الجامعات الغربية كالسربون وغيرها يدرسون هذه العلوم الشرعية، ومن أبناء المسلمين من يدرس هناك، فتكون دراسته على هذا المستشرق، فيدرس له دينه ويعطيه هذه الفجوات، ويقول انظر دينكم ما الذي ماذا فيه، انظر هذا وهذا. إذا كان ضعيفا فينسخ من ورائهم ويصير مزعزع الدين والعقيدة، ولربما يصير على منهج مدرسه ومعلمه، ويصير ماذا؟ عملة يطعن بها ذاك المستشرق في ظهور المسلمين برجل مسلم منهم ينتسب إليه. نعم. فلما تعلت من نفاسها، تعلت أي ذهب ما كان بها من علة، المرض يعني الحمل، ووضعت حملها، تجملت للخطاب، تجملت للخطاب. بمعنى ماذا تجملت للخطاب؟ أي أنها تجهزت وصارت تقبل من يأتي لخطبتها. لماذا؟ لأنها ترى أن عدتها قد انتهت، ترى أن عدتها قد انتهت. فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك، هذا اختلف في اسمه، المشهور أنه مشهور بهذه الكنية أبو السنابل، وقيل في اسمه أقوال، أبو السنابل ابن الحجاج ابن الحارث، قرشي أسلم عام الفتح وكان شاعرا ومات بمكة رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، وقد أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه.
وفيه رجل آخر بهذا الاسم أبو السنابل، قرشي أيضا، هو أبو السنابل ابن عبد الله بن عامر، هذا ولد مسلما، يعني ولد من في زمن الإسلام، وكانت أمه تكنى بأم البنين، فهما اثنان، أبو السنابل ابن الحجاج وهو صاحب القصة هذه، والآخر أبو السنابل بن عبد الله، رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ يعني دخل عليها وجدها قد تجهز وتجملت وتجملت، لعلك ترجين نكاح، تريدين تتزوجي، ويعلم بأن زواجها بأن زوجها توفي قريبا، يعني لم تمض 4 أشهر، وجاء في رواية أنه خطب، أنه كان يريد خطبتها فكانت تمتنع من ذلك، فأراد أن يمتد أجلها لربما ترجع وتقبل به، فقال لها: لا يجوز لك أن تتزوجي حتى تعتدي أبعد الأجلين، يعني تنتظرين الأجل البعيد، إذا كان 4 أشهر هو البعيد، وضعت الحمل الآن ولم تمضي 4 أشهر و10 أيام، فتنتظرين حتى تمضي 4 أشهر، وإذا مضت 4 أشهر و10 أيام ولم تضعي الحمل بعد، فتنتظرين حتى تضعي الحمل، حتى تعتدي أبعد الأجلين. وهذا قول يقول به بعض الفقهاء. فلما قال لها ذلك وتحيرت في أمرها، أو أدخل عليها شك فيما فعلته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم لتتيقن، لأنها لم تكن على يقين مما عندها أو مما صح عندها من العلم، كانت غير متيقنة، فأرادت أن تتيقن من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه وسألته وأفتاها صلى الله عليه وسلم بأنها لما وضعت الحمل صارت ماذا؟ قد حلت الخطاب وانتهت عدتها. نعم، هذا الحديث فيه فوائد جليلة وعظيمة، ومنها قوله: كان ممن شهد بدراً، إشارة إلى فضل البدريين، ومنها وجوب عدة المتوفى عنها زوجها، يجب أن تعتد، ودل على ذلك الكتاب كما في الآيتين السابقتين: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وفي السنة دل على ذلك أيضاً كما في هذا الحديث، وأجمعت الأمة على ذلك، وأجمعت الأمة على ذلك. وكذلك دل الحديث على أن المرأة إذا وضعت حملها جاز لها أن تتجمل للخطاب، ودل الحديث أيضا على أن عدة الحامل إذا توفى عنها زوجها، وكذا المطلقة هو وضع الحمل. نعم، وأفاد الحديث أيضا أن عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل 4 أشهر و10، وهذا للحرة، ونصفها للأمة، يعني 2 شهر و5 أيام. وكذلك دل الحديث على أن وضعها لما هو حمل به تتحلل، يعني السقط، متى يسمى السقط حملا وتتحلل به للزواج؟ هو أن تظهر فيه معالم الخلقة، معالم خلقة الإنسان، يعني لو وضعت علقة أو مزغة أو مزعة لحم أو دم، علقة دم، فهذا يعني لا يقال أنها تحلت، ولكن إذا وضعت ما فيه خلق الإنسان. نعم، أيضا مما دل الحديث عليه أنه يجوز لها أن تقبل الخطاب حتى ولو لم تطهر بعد من نفاسها، ولكن إذا تزوجت فلا يطأها حتى تطهر من النفاس، لقولها: حين وضعت حملي. نعم، وفيه أيضا مشروعية
التجمل، أن تتجمل المرأة للخطاب إذا جاء الخاطب أن تتجمل له، لكن لا تكشف، لا تكشف عن عن مفاتنها، وإنما تظهر الوجه والكفين فقط، تظهر الوجه والكفين. وفيه من الفوائد أيضا أنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيفتيهم، فيفتيهم. ولهذا يقول العلماء كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصدر منه ما هو بمنزلة القضاء، وما هو بمنزلة الفتيا، وما هو بمنزلة الحاكم أو الحكم. ولهذا يدرس العلماء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الزاوية، يعني إذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الفلاني قاله من باب أنه فتيا أو من باب القضاء أو من باب أنه حاكم، وهذه تصرفات كل منها يختلف عن الآخر. الحاكم له السلطة العليا في البلد وتصرفاته منوطة بالمصلحة، فما يقوله في ذلك يكون في مراعاة المصلحة العامة. فهناك أحاديث من عن النبي صلى الله عليه وسلم يراعى في هذا الجانب، وبالتالي في بعض المسائل يعني يؤخذ من الحكم على أنه ماذا؟ تصرف الحاكم. بعض المسائل قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام كذا من باب القضاء، والقضاء فيه فصل النزاع بين متخاصمين أو أكثر، وإلزام لهم بالحكم. فالقضاء غير الحكم وغير الفتيا، وفيه الفتيا وهو الجواب عن السؤال، الجواب عن السؤال كهذا كهذا. نعم. وفي دراسات في هذا الباب تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال تصرفات وإنما يقال مثلا، وإن كان بعضهم أنكر لفظ التصرفات، لكن قد ذكرها غير واحد من العلماء القدامى من العلماء الأئمة، يعني ذكروا لفظ التصرفات، يعني هذا اللفظ يعني بعضهم قد وجد في نفسه منها شيء، قال لا يقال تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بحثت هذه اللفظة فوجد من أئمة من أهل العلم ذكروها. والحاصل يقال أنه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودراسته بين أن يكون باعتبار أنه حاكم، وباعتبار أنه قاضٍ، وباعتبار أنه ماذا؟ مفتن. وهذه الثلاث بينها فوارق، وإن كانت تتداخل في بعض الجوانب وبينها فوارق. نعم. وفي أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتيهم، وفيه أن المرأة لها أن تأتي الرجل وتستفتيه، وفيه أن صوت المرأة على القول بأنه عورة أو بأنه ليس بعورة، وأنه يجوز لها أن تأتي العالم وتستفتيه ويسمع كلامها. فمن قال بأن صوت المرأة ليس بعورة فالأمر واضح، ومن قال صوت المرأة عورة فهذا الحال وهذه المسألة تستثنى، بشرط أن لا تتماين في كلامها، وأن يعني تحزم وتعزم ويعني تكبح من صوتها، فلا تترخم فيه ولا تتمايل، ويكون الكلام قدر المسألة التي تبحث فقط. نعم. ففيه إذا المرأة لها أن تستفتي الرجل ويجيبها. نعم. وفيه أيضا جواز خروج المرأة للحاجة، وخروج المرأة للاستفتاء، وخروج المرأة لطلب العلم أيضا، وخروج المرأة لطلب العلم كذلك، كحضور الأخوات الآن في هذا المجلس للاستفادة بالعلم، فمما يدل على مشروعية خروجكن هذا الحديث، هذا الحديث، لكن بشرطه. ماذا قالت؟ قالت جمعت علي ثيابي حين أمسيت. المساء هنا إطلاقه على ماذا؟ على ما بعد الغروب، يعني عندما يدخل أول الليل، حيث تستكن الأمور وتقل الحركة وتكون المرأة في مأمن
ولا يتعرض لها الرجال وتكون في منأى عن نظر الرجال. فيستفاد من هذا أنه ينبغي للمرأة في خروجها للعلم أيضا أن تجتهد في أن تكون على الشروط الشرعية فتحتال الطريق الذي لا تحتال فيه بالرجال، أو تكون في منأى عنهم أو في أمان من نظره الرجال، أو حيث يقل ولا ينظر إليها، إلى غير ذلك مما ينبغي أن تلتزم به المرأة. نعم. وفيه إطلاق المساء على ما بعد المغرب، ها، وهذا يعني مختلف فيه. وفي اللغة يطلق المساء على ما بعد الظهر وما بعد العصر قبل المغرب وبعد المغرب، كله يطلق عليه المساء. ولكن جاء في نصوص الشرع وفي أحاديث ما يدل على أن المساء يطلق على ما بعد العصر وعلى ما قبل المغرب وعلى ما بعد المغرب، وكل هذا يطلق عليه لفظ المساء. نعم. نعم. وفيه أيضا أن يعني أنها كانت على علم أن بوضع الحمل ماذا تتحلل، فإما أن تكون قد سمعت ذلك ممن هم من أهل العلم من الصحابة أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو فهمت من الآية وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وفيه أن الصحابي قد يفوته شيء من العلم، لأن أبو السنابل قال ماذا؟ لا تحلي حتى تأتدي أبعد الأجلين، أبعد الأجلين. وفيه أن الصحابة كانوا يتفقهون في كتاب الله عز وجل، كانوا يتفقهون وقد يخطئ. وفيه أنهم كانوا يعني يفتون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا جاءتهم المسألة ليس جرأة على صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، ولكن مما فهمه أو ظهر له ثم يبين له الصواب، ثم يبين له الصواب كما وقعها هنا. نعم. المسألة هنا هي مسألة الحامل إذا توفي عنها زوجها ما هي عدتها. عندنا الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه تفيد العموم. وأولاة اسم موصول يدل على العموم، كل حامل إذا مات زوجها فعدتها أن تضع الحمل. وعندنا الآية الأخرى والذين يتوفون منكم، أي من الرجال، ويذرون يتركون ويدعون خلفهم أزواجا يتربصن، تربص هو الامتناع والتوقف والانتظار، بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه تفيد العموم، كل امرأة مات عنها زوجها فلا بد أن تعتد أربعة أشهر وعشرة، سواء كانت حاملا حابلا أو كانت حائلا، الكلمة واحدة فقط يختلف فيها حرف، كلمتان بمعنى واحد. الحامل هي نفسها الحابل، الميم والباء يتغيران لكن معنى واحد، قال امرأة حامل وحابل، وامرأة حائل بالهمس، حائل يعني غير حامل، يعني غير حامل، امرأة حائل من يعني غير حامل، هنا من النكت. حائل هذه منطقة في الحجاز، في الحجاز في منطقة تسمى حائل، حائل. سئل أحد المشايخ، سألته امرأة فقالت أنها من يمس العورة أو كذا فينتقد الوضوء لا، قال لا، إن كان بحائل فلا يضر. قلت له لا يا شيخ، أنا من الرياض ليس من حائل. قالت أنا من الرياض ليس من حائل، هو المقصود الحائل والساتر يعني. أي نعم. ولهذا قلنا فظاهر الآيتين في تعارض بين العمومين. نعم. لهذا ذهب بعض العلماء وهم قلة إلى أن المرأة تعتد أبعد الأجلين، يعني هي حامل توفي عنها زوجها، فأي أجل بعيد؟ هل أربعة أشهر وعشر أو وضع الحمل؟ يعني إذا كانت في بداية الحمل عندها شهر حمل، واضح؟ فالأصل هنا الحمل يكون بعد كم؟ بعد 9 أشهر،
فالأجل البعيد هو 9 أشهر. إذن عدتها حتى تضع الحمل. لكن لو توفي زوجها مثلا وهي في شهر 9 ستضع بعد أيام. ما هو الأجل البعيد؟ 4 أشهر و10 أيام. فقل من العلماء قالوا تعتد أبعد الأجلين، أبعد الأجلين. وهذا القول رواية عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس وعن سحنون من المالكية، ولكن ابن عباس قيل أنه رجع عن هذا القول بدليل أن كبار الفقهاء من تلاميذته يقولون بقول الجمهور كبقول الجمهور. نعم. فإذا قالوا أبعد الأجلين، وجمهور العلماء قالوا أن الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة هذه عامة خصصتها الآية وأولاة الأحمال، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، خصصت بهذه الآية. وبحديث سبيعة النبي عليه الصلاة والسلام هنا أفتانا أن آية وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن هذه خصصت الآية الأخرى. إذن هذه القواعد، هذه قواعد الوصول، العموم وتعارض العام مع العام وتخصيص العام بعام من آخر، هذه القواعد، هذه هي قواعد الوصول موجودة من الزمن الأول، وإنما يقال بأولية من وضعها أو من كتب فيها هي أولية جمع وأولية بيان وإظهار. لهذا قال صاحب المراقي أول جامع له في الكتب، أول جامع له في الكتب محمد بن إدريس المطلبي، أول جامع. وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، أول من جمعه في الكتب، وإلا كقواعد علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. قال قد حللت، إذن آية يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة عمومها مخصص بيضعن حملهن، وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. وبهذا تجتمع الأدلة ويزول الإشكال. نعم. لأن يعني مما يؤيد هذا كون هذه العدة 4 أشهر و10، هذا مما يتأكد فيها براءة الرحم وفيه حق الزوج أيضا. فالحامل إذا وضعت الحمل فبراءة رحمها مما هو متأكد منه، قد برأ رحمها من الحمل فحلت للزواج، حلت للزواج. نعم. وكان لورود أو لرواية سبيعة هذا الحديث كان له سبب، وهو أن ابن عباس اختلف مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. ابن عباس الصحابي الجليل الحبر والبحر، اختلف مع أبي سلمة ابن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ابن صحابي عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة، وهو من أبو سلمة من الفقهاء 7 على قول. فقال ابن عباس تعتد أبعد الأجلين، وقال أبو سلمة تعتد بوضع الحمل، وكان معهم أبو هريرة فقال أنا أقول بقول ابن أخي. فذكروا قصة سبيعة وأرسلوا إليها أبو سلمة، فجاءها وسألها فأفتته أو حدثته بالحديث. إذن هي خرجت واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها، ثم جاء الرجل بعد أن اختلفوا وسألها فأجابت بما سألت عنه وأجابها به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تأتي المرأة مستفتية وبعد زمن تصير هي التي تستفتى، التي مفتية. أين ونقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما يتضمن من حكم، هذا من الفتية، هذا من الفتية. والله تعالى أعلم، لعلي أقتصر على هذا. نعم. يقول
اللهم آمين. صاحب محل بائع لثياب النساء وضع لافتة مكتوب عليها السلعة لا ترد، يعني هل هذا يجوز أو لا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وفي رواية ما لم يفترقا، وكان جميعا إلا بيع الخيار، أو إلا في رواية أن يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فلا خيار. هذا الحديث وغيره يدل على باب من أبواب المعاملات سميه الفقهاء باب الخيار. باب الخيار يعني هل للعاقد حق في الخيار أو لا؟ فعندنا خيار المجلس، وعندنا خيار الشرط، وعندنا خيار العيب، وعندنا خيار الغبن. فهنا قطع له الخيار وقال: السلعة التي تأخذها لا ترد، السلعة التي تأخذها لا تردها، فهذا الشرط ينفذ إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة؟ الحالة العيب، حالة العيب، يعني إذا أخذ سلعة ثم وجدها معيبة، وهي معيبة عيبا لا يمكن أن يقع بمجرد أخذه لها، يعني يحتاج إلى أجل، ويحتاج إلى مدة، ويحتاج، فهنا ليس له حق في هذا، يرجع. أما إذا كان السلعة ليس له فيها عيب وقال لا ترد السلعة، هذا المقصود أنه لا خيار لك. والعكس صحيح، إذا جاء وقال أنا آخذ السلعة لكن لي الخيار اليوم أو ليلة أو يومين أو ثلاثة، فيقول أنا وضع اللافتة لا ترد السلعة، إيه معلش، لكن أنا أشترط الخيار، أنا أقول آخذ السلعة خيار لخيار ثلاثة أيام أو لخيار يوم أو لخيار يوم وليلة، فإن قبل لزم بهذا الشرط، لزم بهذا الشرط. فقوله لا ترد السلعة هنا هذا إشارة إلى أنه لا خيار إلا إذا كان فيه خيار العين أو خيار الغبن، يعني ثياب ثمنه 500 دينار يبيعه ولها، يبيعه ب5000 دينار أو 2000 دينار أو 2500 دينار، غبن واضح، والله أعلم. يقول: ما هو الدليل على أن الأمة تعتد النصف بالنسبة الحرة؟ قال: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الآية نصت على أن الأمة إذا زنت فحدها نصف حد الحرة. هذا النص وقع الإجماع عليه من العلماء في تخصيص النصوص الأخرى كمثل هذا، عدة المتوفاة على زوجها 4 أشهر و10، فخصصت بإجماع العلماء، أجمعوا على أن أحكام الحر الأمة على نصف أحكام الحرة، فهذا يذكرونه في كتب الأصول في مثال تخصيص العموم بالإجماع أو بالمفهوم أو إن شئت بالقياس. يقول: ما هو الفرق بين الفتوى والرأي؟ الرأي أعم من الفتوى، الرأي أعم من الفتوى، لأن يعني الرأي قد يكون مرتكزاً على أدلة شرعية، وقد يكون رأياً محموداً، وقد يكون مذموماً. والفتوى هو ما هي الفتوى؟ الفتوى إصدار حكم مبني على أدلة شرعية، الفتوى هو النص القطع بحكم ونسبته للشرع، هذه حقيقة الفتوى، هذه حقيقة الفتوى. فإذن هي أخص من الرأي. امرأة مسنة ذات 86 سنة تصلي أحيانا وأحيانا تذهب في غيبوبة حتى وإن طلبنا منها الصلاة فهي لا تستوعب الكلام، أي ما نقول، فما الحكم؟ الحكم أن هذه تلحق
ما ذكره العلماء في حكم المجنون. فالجنون يقول العلماء هناك جنون مطبق وهناك جنون غير مطبق، يعني متأرجح متناوب. فمتى كان لها عقلها خوطبت بالأحكام الشرعية، ومتى زال عقلها لا تخاطب. يعني إذا زال عقلها في الظهر وحاولنا معها فلم تستطع فسقطت عليه الصلاة، إذا جاء العصر ورجع عقلها إليها نخاطبها بصلاة الظهر والعصر، إذا زال عقلها ولم يرجع إلا في المغرب فالظهر والعصر ليس زمن تكليف فلا تخاطب به وتلزم بصلاة المغرب. وهكذا في الصيام أيضا، إذا كانت كان عقلها معها قبل الفجر فإنها تخاطب بأن تنوي الصيام، فإن نوت وطلع النهار وفي أثناء النهار زال عقلها وقامت وأكلت نحاول معها، فإن كانت تمتنع وتتعجب لماذا تمنع ويعني يظهر أن عقلها ليس معها فهي غير مكلفة. لكن إذا رجع عقلها أمسكت عن الأكل. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.